بسم الله الرحمن الرحيم. مصر هتستورد القمح من الهند، ومقابل ده النهاردة كان في ناس بتحرق القمح في أسيوط علشان يعملوا منه فريك، بتحرق القمح اللي هو الأخضر علشان يعملوا منه فريك. فالحكومة وقفت لهم، قالت لهم لا كده مش هينفع، وابتدت تحاسب الناس اللي بيحرقوا القمح. طيب السؤال، يا حكومة انت فين من زمان؟ ما الناس دي اكيد بتعمل الكلام ده من زمان، ليه صحيتي دلوقتي واتبهتي ان يكون في رقابة على الناس اللي بتزرع القمح او بتحرق القمح؟ ليه يا ناس انتوا ما كنتوش تهتموا بالاراضي دي من زمان؟ طب خلاص اللي فات مات، مش مشكلة، تهتموا ما تهتموش بقى، اللي فات ده خلاص ايه مات، خلينا في اللي جاي. ليه ما تهتموش دلوقتي بالاراضي كلها بتاعتنا الزراعية وتزرعوا فيها القمح؟ الفدادين اللي ينفع يزرع فيها القمح تزرعوا قمح فيها، وبإذن الله هيكفينا ويفيد. ليه رحتوا تستوردوا قمح من الهند؟ الفلوس اللي بتدفعوها للهند ما تخلوها هنا وتستثمروا بيها هنا في الأراضي الزراعية الطيبة بتاعتنا وتزرعوا لنا القمح. هتقولوا لي لا احنا حسيتنا من المية قلت يا عم الشيخ، هقول لك يا عم ما في حلول كتيرة جدا. هو ربنا سبحانه وتعالى ما بيقضيش على البني آدم بأقدار ان هي تدمره تدمير كامل جامد كده؟ مش معقولة، مش معقولة ان احنا خلاص عجز قوي للدرجات ان احنا ما عندناش حلول ان احنا ننشط المية بتاعتنا، او المية بتاعتنا تزيد، او نزرع من خلالها القمح. اكيد في حلول، واكيد العلم موجود، بس طلعوا الناس اللي عندهم ضمير، وطلعوا الناس اللي عندهم حس وطني وحب للبلد دي وحب لشعبها. لو خليتوا ناس موجودة عندها حب للوطن وعندها حب للشعب، البلد دي هتبقى أحسن بلد في العالم كله. يا حكومة ليه ما تزرعيش القمح كله هنا وما تستورديش من بره؟ ليه الفلوس اللي رايحين تشتروا بيها من الهند وعمالين تلطشوا هنا وتدوروا من كل بلد عشان تستوردوا القمح؟ ده عيب علينا. ليه الفلوس دي كلها ما تجيش وتتحط هنا في قلب البلد والبلد تزرع القمح؟ كل الفلاحين يزرعوا القمح، او اغلب الفلاحين يزرعوا القمح، او النسب اللي المظبوطه اللي هي تكفي مصر تزرع القمح. انا مستغرب ليه، ما احنا عندنا امكانيات وفي فلوس اهو معاكم. طب ما تدفعوا للمزارعين في البلد هنا بحيث ان هم اراضيهم تزرع قمح. ليه رايحين تستوردوا من بره القمح وعمالين تلفوا على الهند وتلفوا هنا وتلفوا هنا وتلفوا هنا؟ وقبل كده مركبه متحمله بالقمح خارجه من اوكرانيا، روسيا منعتها، وروسيا تقول لك ده لاوكرانيا اللي منعتها، واوكرانيا تقول لك لا دي روسيا اللي منعتها، واحنا اللي في النص وفلوسنا ضاعت. طب ليه يعني الكلام ده كله؟ ليه؟ ليه ما تزرعوش يا جماعه في ارضنا الطيبه الخيره نزرع القمح؟ وجايين دلوقتي بتحاسبوا المزارعين ان هم بيحرقوا القمح الاخضر عشان يعملوا منه فريك؟ طب ما انتوا سايبين الموضوع ده من زمان، جايين دلوقتي بتحاسبوا المزارعين؟ ما هو الراجل عادي وبيعمل شغله عادي وبيحول القمح بتاعه عادي، ولقى ان الفريك هيجيب له فلوس اكتر من القمح فبيعمله. انما انت النهارده بتعمل رقابه على المزارعين، هوبا كده مره واحده كده بتعمل رقابه على المزارعين؟ طب ما تعمل مراقبه بقى على مصر كلها بقى في حته الزراعه دي في كل شيء. يا جماعه يا حكومه لازم يبقى في دعم منكم جامد للفلاحين علشان يزرعوا الأرض ويبقى عندنا قمح ما نحتاجش نستورد من بره، وفلوسنا دي شعبنا أولى بيها. سلام عليكم.